أقيم بالمركز الثقافي في اللاذقية ندوة تعريفية عن مركز الإبداع بالتعاون بين مديرية التربية ومركز الإبداع بالعلوم والفيزياء. نعرف الطلاب عن المركز، عن الفعاليات اللي ممكن يعملها المركز، عن آلية التسجيل بالمركز. وبالمناسبة كمان بدنا نحكي، بما أنه هلأ عم بيسجلوا عن المتفوقين، فشو شروط التقدم للمتفوقين وشو آليتها وكيف الطريقة اللي ممكن يسجلوا فيها وشو الأوراق المطلوبة. عم نستقطب الطلاب الموهوبين بمادتي الفيزياء والرياضيات، الموهوبين بالبحث العلمي أو اللي شغوفين بالبحث العلمي. يعني إحنا ما بدنا نقيد الطلاب، بدنا نخليهم يشتغلوا اللي بيحبوه، بدنا نخليهم يشتغلوا اللي هني متأكدين إنه هو صح. رح نعد طبعاً نحن نواد لطلاب باحثين، نواد لطلاب شغوفين بالعلم، محبين للعلم. يعني على الأقل إنه نحن رح نحررهم من القيود الروتينية اللي بتفرضها المدرسة، اللي بتفرضها الجامعة، ونخليهم يشتغلوا بالشيء اللي بيحبوه. الغاية من الندوة هي خلينا نقول تعريفية للطلاب، لأهاليهم بمدرسة المتفوقين، بالصبر، الانضمام إلى الفوائد المنتظرة من هيك عمل، بالإضافة لمركز رعاية الموهوبين اللي هو بدأ برعاية، يعني بشغل من الأستاذ باسل سلطان ولمادة الفيزياء، وبلش يتوسع ليش متخصصات تانية. يعني عندك أنا مثلا عم نحاول نشتغل معهم بخصوص الرياضيات أو الأشياء التانية. فيعني بدنا نعطي الناس فكرة عن هذا العمل، شو الأهداف اللي نحن ناطرينها منه، كيف بدنا نشتغل، مشان الناس اللي حابة تسقل مواهبها أو تنضم إلنا أو تعطي رأيها حتى، فنحن جاهزين نسمع كل هالأشياء. الندوة التعريفية للطلاب وأهاليهم بمدرسة المتفوقين للتعريف بالصبر وعن مركز الإبداع والفعاليات التي يقيمها وعن آلية التسجيل وشروط التقدم والأوراق المطلوبة. جايين لهون اليوم مشان نشوف شو بيكتب لنا المستقبل عن أشياء نحن نهتم فيها، فيزياء تكون فيزياء كم أو فيزياء الفلك بشكل عام. ندوة بمعنى أنه نعرف عن حالنا للمدارس، للمتفوقين المتميزين والأولمبياد، مشان أنه يوصل صوتنا والأعمال اللي عم نعملها تقريبا لكل العالم، مشان يعرفوا نحن عم نتعب على حالنا وعم نحاول نوصل عالميا بصوتنا. طبعا كمان هلأ نحن وكم حدا من المركز فريق عملنا عم نشتغل على المعرض اللي حيصير بعد شهر تقريبا، عم نعمل أبحاث وكمان تجارب علمية. أنا جاي لحتى أعرف شوية شو هي الشروط اللي لازم يعني توفرها حتى نقبل المتفوقين، ونتعرف شوية وناخذ بعض المعلومات وحضر حالي نفسيا مشان قدم عليا، وإن شاء الله بكون إلنا نصيب. هدف الندوة استقطاب الطلاب الموهوبين بمادتي الفيزياء والرياضيات والشغوفين بالبحث العلمي لصقل موهبة الطالب في العمل الذي يريد.